صباح سعيد. كنت منه إن شاء الله الكل أوفياء الإذاعة القرب منكم دائما مدغادي وعوشركم بروكا، وإن شاء الله كل عام وانتم بألف ألف خير. وكنت منه إن شاء الله أنه الأجواء ديال العيد كانت رفقة الأحباب وكل عائلات كيف ما تمنيتوا. أكيد اليوم إن شاء الله من خلال برنامج صحة وسلامة غادي يكون موعدنا مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. وطبعا موضوعنا اليوم غادي يكون على القهوة وأتاي بما أنهم المرافق الأساسي لكل واحد فينا يوميا، فهذه فرصة باش غادي نتعرفوا اليوم على المكونات ديالهم وكيفاش تأثيرها كيكون على الجسم ديال الإنسان. مرحبا بكل اتصالاتكم بكل تساؤلاتكم. أرقامنا كالعادة غتكون راه الإشارة هي 0522 42 72 50 51 أو 52. ما تنسوش بإمكانكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق رقم خاص برسائل SMS اللي هو 5080. كيكفي أنكم تكتبوا كلمة صحة SHA كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم للرقم 5080 وثمن SMS هو 6 ديال الدرهم مع احتساب الرسوم. كنتمنوا إن شاء الله الحلقة ديالنا اليوم تبقوا متابعين من الأول ديال الحلقة النهاية ديالها لأنه فيها معلومات مهمة جدا وأنا متأكدة أنها غتفيد الكثير منكم. غادي نبقوا اللحظة مع أول اختيارات الغنائية نسمعوا لها ورجعوا المباشرة بقوا معنا. ورجعنا على مدغادي ودائما الإذاعة القربة منكم من جديد. كنرحبوا بكل أوفيائنا في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. كيف ما شرنا في البداية ديال الحلقة اليوم موضوعنا غادي يكون على القهوة وأتاي مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. صباح الخير دكتور الرمضاني، أهلا وسهلا بك. نتمنى إن شاء الله أجواء العيد كانت مزيانة. صباح الخير، تحية لك، تحية لطاقم مجموعة، تحية لجميع المستمعات المستمعين، ونتمنى إن شاء الله تكون العيد داز في ظروف جيدة لجميع المستمعين والمستمعات كيف ما داز عندنا الحمد لله. مبارك مساعد. أيوة الحمد لله. إذا مرحبا بأسئلتكم المستمعين الكرام اليوم اللي هي خاصة ومتعلقة ومرتبطة بموضوعنا اليوم 0522 42 72 50 51 أو 52. ما تنسوش عن طريق رقم 5080 كتكتبوا في أول SMS كلمة صحة كتخلوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم لهذا الرقم. في البداية دكتور عبد الخالق الرمضاني كنعرفوا أنه القهوة أتاي هي مرافق أساسي لكل واحد فينا يوميا، فاللي ما كيشربش أتاي على الأقل كيشرب القهوة والعكس كذلك. فاليوم دكتور عبد الخالق الرمضاني وخلينا نبداو بأتاي هو الأول، علاش كيكون حاضر في المناسبة ديال عيد الأضحى بشكل كبير؟ فعند بزاف ديال الأسر المغربية ما يمكنش نتكلموا على الشواء بدون ما كيكون أتاي كذلك حاضر. هاد المسألة ولا هاد العادة كذلك دكتور عبد الخالق الرمضاني كيفاش كتشوفها؟ هي ستان ديليم، يعني واحد النقاش اللي عنده جوج الحدود. هي ملي ذكرتي الشاي فهو فعلا الشاي هو ربما ممكن المشروب او الاولى اول مشروب اللي معروف عند العائلة المغربية وربما ممكن حتى في العالم راه يعني سفرة. كان حتى القهوة حتى هي مشروب اللي هو شعبي بواحد شكل كتير، ولكن راه مازال الشاي هو مازال في المركز الاول في المغرب بطبيعة الحال. فكان رغم ان دابا كاين واحد الاقبال كبير اللي غادي كيتزايد على الشرب ديال القهوة، لكن يبقى الشاي هو اول مشروب عند الانسان المغربي. نعم. المساله اللي خاصه في هذه المناسبه فكنلاحظوا على ان الشرب ديال الشاي كيكون واحد الاقبال عليه بواحد الشكل كبير، خاصه لانه دخل ولا كتقليد، والتقليد كيف بطبيعه الحال اللي هو راه عنده واحد 100 سنين ملي بدا الاستيراد ديال حبوب الشاي. فهاد التقليد ديال الاستهلاك ديالو مع بعض الاطباق معينه خاصه مع الاطباق ديال كنديروا اللي معروف عليها انها كنبداو بها العيد ديالنا اللي هي الشاي اللي هي المجمر والفاخر ودك اللحم مشوي او الكبدة مشوية. ودك هذا المشروب هنا كاين اللي بطبيعة الحال عنده بعض يعني بعض الاحتياطات اللي ضرورية تكون، ولكن هذا ما كيمنعش على انه ملي كنشوفوا المكونات ديال الشاي وهنا نهضروا بالمكونات ديال الشاي بشكل عام، عاد فاش نمشيو لهاد النقطه هذه الاساسيه اللي هي ديال هاد التخلاط ديالو مع هاد الاكله هذه. فأهم حاجة اللي كتير انتباه فيما يخص المكونات ديالو هي واحد المواد اللي هما دي بوليفينول كما كنعرفوا. فكنلقاو في واحد الكمية كثيرة من دي بوليفينول سواء كاتيشين ولا يعني واحد الأنواع ولا الفلافينول، واحد الأنواع ديال
دي بوليفينول اللي معروف عليهم على انهم مضادين للاكسده. هنا هذا المصطلح ديال مضاد الاكسده حنا كنعرفوها لربما وقيلا ولات كتلقى واحد الشعبيه شويه. علاش؟ لانها هي اللي كتيرنا، هي اللي كتخلي الذات ديالنا نعاونوها باش كتقاوم هاد العوامل ديال الاكسده. وحنا كنعرفوها غدا وكتزاد وحتى اللي عندها علاقه مع المؤثرات الخارجيه وكذلك مع المؤثرات الداخليه. وربما في واحد الدراسات كبيره كذكروا ان لي بوليفينول كوساسوا لا كاتيشين ولا تيافلافين ولا الفلافينول، يعني جميع هاد لي بوليفينول اللي هما موجود كاينين في الشاي، فربما يعني القوه ديالهم كمضادين للاكسده كتفوت بعض الفيتامينات اللي معروف عليهم كنخدموهم كنهضروا عليهم كمضادين للاكسده، اللي منهم فيتامين سي. يعني هنا كتفوت ربما حتى الفيتامين سي، كتفوت حتى القدره ديال لا فيتامين او، وبالتالي فهو كيبقى عنده واحد البعد اللي هو وقائي، لدرجه ان الشاي ملي كنهضروا على الشاي كنهضروا عليه كاليمو ميديكام، بمعنى انه واحد المشروب وفي نفس الوقت هي بطبيعه الحال هي واحد غدا من الاعشاب الطبيه. وحتى كنلقاوه مثلا من بين المنافع ديالو اللي هي كثيره، ربما قيل تطرقنا لها في شي حلقه، هو انه نوعا ما في من المكونات اللي كتقدر تكون عندها واحد، يعني كتقدر تكون مهدئه. يكفي ان احنا نعرفوا كيفاش التحضير ديالو، ان التحضير ديالو بطبيعه الحال هو نساو ونبغي نساو الطريقه ديال التشحر، ولو ان ملي داك التشحار وداك الشيء يعني كيقدر نستافدوا من مكونات اخرى، ولكن باش نستافدوا بزاف من هاد المواد هذه من الاحسن ان احنا خاصه ملي كنهضروا باش تكون كمهدئ، فمن الاحسن ان احنا نديروا انفيزيون، يعني كنديروا واحد شويه ديال اتاي كما كانوا كيعمروا واحد المناطق كبيره ديال المغرب كيعمروا بالطريقه ديال انهم كيشدوا الشاي كيديروا في البراد وكيتسناو عليه وكيبقاو مجمعين عليه حتى كيعطي واحد 15 دقيقة. نعم، وكنسمعوا لك داك المصطلح ديال خلي اتاي يطلق. خلي اتاي يطلق لانه بطبيعه الحال من بين الحوايج اللي كيطلقوا لك حتى لاتايين اللي هي تقريبا الكافيين، وربما قبل ما نهضروا على القهوه غنهضروا على الكافيين حيت ما عندهاش غير اضرار، بالعكس عندها كذلك منافع كثيره. واخا غنرجع لعندك مازال دكتور عبد الخالق قرندلي، واليوم موضوعنا غادي يكون على القهوه واتاي من خلال برنامج صحه وسلامه على ميد راديو. دائما الاذاعه القريبه منكم، فاصل وراجعين، خليكم معنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. دائما احنا مواصلين حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، موضوعنا اليوم فيها على القهوه واتاي مع الدكتور عبد الخالق رمضاني، اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. غنرجع لك دكتور عبد الخالق رمضاني ونقول لكم المستمعين الكرام مرحبا بكل تساؤلاتكم، وارقامنا دائما راه الاشاره 0522 46 72 50 51 أو 52، عن طريق رقم 5080 كتكتبوا كلمه صحه وكتبعثوا بسؤالكم لهذا الرقم. دكتور عبد الخالق رمضاني، فيما يخص اتاي كنسمعوا كذلك على انواع ديال اتاي، كنسمعوا على الشاي الاخضر، على الشاي الاسود او داك اتاي الكحل، وكنسمعوا كذلك على الشاي الاحمر. الاختلاف ديال الانواع ديال اتاي واش كيخلي حتى المكونات ماشي بحال بحال؟ المعلومه اللي مهمه اللي بغينا مثلا باش ما يبقاش هذا الخلط هو انه جميع الانواع ديال الشاي، راه ربما كاين الشاي الاسود، كاين الشاي الاخضر اللي حنا كنستهلكوه، كاين الشاي الاحمر، كاين الشاي الابيض، يعني راه كاين واحد الانواع ديال الاتاي هي راهم كاملين جايين من نفس لا ميم بلانت. اذا اصل واحد عندهم، اصل واحد اللي هي الكاميليا سينوزيس. يعني هذه معلومه، هذه الشجره ديال اتاي، هذه الشجره ديال اتاي هو التايي. من بعد منها اشنو كيبقى الطريقه ديال التحضير ديالو وبعض المراحل اللي كيدوز منها باش سواء كيكون عندنا شيء اخضر اللي هو كنستهلكوه، واولا شيء اسود اللي كيدور من المراحل اكثر، اولا الشيء ابيض اللي كيكون كذلك، يعني على اختلاف المراحل باش كنحضروا ولا باش كنوجدوا هذه، باش كننشفوا باش كنوجدوا هذيك الاكسترا هذيك العشبه باش كنوجدوها للكوميرس، هنا فين كيكون الاختلاف. وبطبيعه الحال الطريقه ديال التحضير ديالها كتخليها حتى كيكون حتى واحد شويه ديال الاختلاف فيما يخص بعض المكونات، بحال مثلا بطريقه مثلا من الشاي الاخضر كيكون معروف عليه لانه غني، ملي هضرنا على البوليفينولات قبيله يعني كيكون غني بالماده ديال الكاتيشين، وبالنسبه للشاي الاسود كيكون اكثريا بوليفينول اللي فيه كتكون فيه لا تيوفلافين، يعني على حسب هنايا اختلاف المكونات هي اللي كتكون. الشاي الاخضر
عنده واحد يعني واحد المكونات اللي كيحافظ عليها بواحد الشكل كبير، مثلا التيوفيلين. وربما وقيلا بالنسبه للاخوان الاطباء والصيدله فراه كيعرفوا هذه الماده هذه، وكيعرفوا الاهميه ديالها على عند على الجهاز التنفسي. هادشي علاش خاصة الحساسية. هادشي علاش كنلقاو مثلا الشاي يعني مزيان على انه يصاحب الناس في هاد في هاد الاتجاه. كذلك عند الناس اللي عند كيعانيو من هاد المشكل هذا، بطبيعة الحال على ان تكون حتى الاستهلاك ديالو بواحد الشكل اللي هو معقول ما يخص. باش نختصروا على السيدة والسادة، فاللي مهم في كما قلنا فراه هو عنده فعلا واحد العدد كبير ديال المنافع على الجهاز العصبي ديالنا، كما ذكرنا على انه بطبيعه الحال مهدئ، هذه اول حاجه. حتى فاش كنكثروا منه بزاف عاد فاش كيقدر يولي. وهي النقطه اللي غنتكلموا عليها، علاقه اتاي بصداع الراس. الناس اللي كيقول لك درني راسي يعني ما شربتش اتاي اليوم، فغادي نرجعوا للنقطه كذلك لان كنسمعوا عليها بزاف. غادي نمشيو نتواصلوا مع المستمعين الكرام وناخذوا فاطمه معنا على الخط من تماره. اهلا بك فاطمه. اهلا اختي، صباح الخير عصر المبروكه. يعني نوع عليك ان شاء الله فاطمه، مرحبا بك. ربي يخليك اختي. شكرا اختي. عندي واحد السؤال. عندي الولد دابا شي سبع تقريبا، عنده 12 عام هذه. اييه. وفيه كانوا فيه لي الزفت. نعم. ودابا لقيت عنده بان تقريبا بالحليب ودانون الى كلاه الياغورت. الياغورت الى غسل الفم، ما غسلش فمه يعني كينوضوا له الزفت. دابا كنعطيه اتاي، بغيت نشوف واش ما ياثرش عليه. واخا كياخذ اتاي بوحدو. بوحدو ديما خص اتاي، الا شرب الحليب غينوضوا له الزفت. واخا واخا. نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله فاطمه. ناخذوا كذلك السؤال ديال ابراهيم معنا من طنطان. صباح الخير ابراهيم. صباح النور. مرحبا بك معنا. مبارك عواشركم. علينا وعليك وعلى كل الناس ديال طنطا. كل الموظفين عندنا راضي من الالف الى الياء. شكرا لك ابراهيم، مرحبا بك. عندي اختي غاسه للدكتور. نعم. مرحبا. الاستهلاك ديال الشاي، احنا عندنا في الصحراء كنستهلوا الشاي بزاف. اييه. واش هذا تما كياثرش على المسنين والاطفال؟ واخا. نجاوب على سؤالك. العفو ابراهيم، شكرا لك، كنتي معنا من طنطان وان شاء الله كنتمناو عواشر مبروكه لكل المستمعين الكرام فين ما كانوا، كذلك الجاليه المغربيه اللي هي مقيمه بالخارج. ان شاء الله عواشركم مبروكه، وعلاش لا الظروف ممكن تسمح لكم العام المقبل ويكون يعني عيد الاضحى وسط الاهل والاحباب. السؤال ديال فاطمه مع ابراهيم فيما يخص التاثير ديال اتاي على الاطفال هو واحد. دكتور عبد الخالق رنا لي، لكن ما غنجاوبوا على فاطمه في نفس الوقت غنكونوا كنجاوبوا على ابراهيم. واش عنده شي تاثير الحاله ديال الابن ديال فاطمه؟ قالت يعني الحليب والمشتقات ديالو ما كيقدرش ياخذهم نهائيا لانه كيكون تاثير وكيخرجوا لي زافت يعني في الفم ديالو كيف ما شرحت. فهي كياخذ الوليد ولا كتعوض ليه داك الحليب غير باتاي بوحدو. كتسول مع المده واش ممكن ياثر على الصحه وتعالى النمو ديالو. كنسمعوا كذلك الدكتور عبد الخالق رمضاني الناس اللي كيربطوا اتاي والاستهلاك ديالو عند الوليدات بفقد الدم. هنا نبغي نحيد واحد اللبس ديال زعما كنفو اريتي دو ديابوليزي الحليب والمشتقات ديالو، يعني نحبسوا هاد الموجه اللي كاينه ضد الحليب والمشتقات ديالو. هو فعلا ملي كيكون دائما ملي كنلاحظ دائما فاش كيكون مثلا واحد الافراط وبطبيعه الحال كيكونوا مشاكل. ولكن فاش كيكون الاستهلاك اللي هو بواحد الشكل اللي هو معقلا واحد معين، واحد الكميه اللي هي بحال مثلا المساله ديال اللحوم. مثلا اللحوم راه كنحتاجوا ليها بحكم على ان فيها بعض الاحماض الامينيه اللي هي اساسيه واللي كنقدروا ما نلقاوهاش الا في المصادر الحيوانيه. بحكم بقدر ما هي تقدر تنفعنا، فالا كثرنا منها ولا تجاوزنا واحد المقدار فبطبيعه الحال هنا نقدروا نتعرضوا لبعض الاعراض الجانبيه ولبعض الاضرار مع الوقت اللي تقدر تكون تصيب الصحه ديالنا. نعم. هنا يقدر تكون العلاقه ما بين لي زافت شنو هما، يعني واحد العدد كبير ديال المسببات. تقدر تكون على النوعيه ديال اللعاب ديال الفم ما كيديرش هذيك الخدمه ديالو، يقدر يحل واحد العدد كبير بطبيعه الحال. هناك من ميم بعض المرات نقصان في بعض المكونات من قبيل مثلا فيتامين سي الا كانت ناقصه بواحد الشكل هي كثير كتقدر تعطينا هاد لي زافت، ولا بعض النقصان ديال بعض الانواع ديال الفيتامينات فيتامين بي خاصه. يعني كاين واحد العدد كبير ديال الاسباب اللي تقدر تسبب لنا فيها. هي فكرت على ان تعوض الحليب والمشتقات ديالو بالشاي. هنا كتبقى مساله ديال الذوق كيف ما ذكرت، وما عندها حتى شي علاقه مع التاثيرات ديال الحليب والمشتقات ديالو على الصحه ديال الطفل نتاعها. فهنايا الشاي الشرب ديالو عند الاطفال حتى هو كيخصو يخضع لواحد المقاييس.
احنا اللي كنلاحظوا على ان احنا ولات فينا واحد العاده اللي هي شويه قبيحه، الا وهي مثلا داك المشروب ديال الشاي كنحليه بواحد الشكل اللي هو كثير، يعني السكر بزاف. يعني احنا عندنا اطفال من الاحسن ان احنا نبداو نربيوهم على الاقل، الا ما قدرناش نحيدوا لهم السكر على الاقل نربيوهم على السكر ناقص بزاف. وربما هذاك السكر اللي كيكون زايد فراه هو كيقدر يكون عنده تاثيرات على الصحه ديال الطفل اكثر من كاع الحويجات الاخرين اللي حنا كنقدروا نتسناهم. وربما واحد المره راه انا عطيت واحد الامثله بسيطه على الكميه ديال السكر اللي حنا كناكلوه والقوه ديال حتى ديال الكرويات البيضاء كيفاش كتقدر تتعامل مع حدنا كنطلعوا في السكر ما حدنا ما حدها. وهذه مسائل واخر الاحصائيات اللي كانت على مستوى بلادنا بالفعل كتخلع دكتور عبد الخالق الرمضاني لما كنسمعوا على الاستهلاك ديال اكثر من 30 كيلو غرام الفرد الواحد سنويا ديال السكر في المغرب، يعني رقم كبير بزاف. هي كميه كثيره وكثيره بزاف، وكما كنعرفوا فهي من بين الاعراض الجانبيه اللي كتكون عندها ولا الاضرار المباشره على الصحه ديال البشر الانسان اللي كتقدر تكون كبيره بزاف. اذا نحاولوا ان احنا نقصوا من الاستهلاك ديال السكر في الشاي. كيبقى الهاجس خاصه عند الاطفال هو العلاقه ديالو مع 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 كوم دوك لي تانالي فيه دوك بعض المكونات اللي كاينه في الشاي واللي كتقدر تلعب داك الدور ديال الكيلاتو ديال اولا ديال الشيلاتو على حسب المدارس، اللي معنى انها كتحول دون امتصاص ديال العادي ديال الحديد. هنا كتبقى هذه المساله خاصه عند الناس اللي كيعانيو من فقر الدم، اولا عند الناس اللي عندهم الشاي في الطبله في جميع الاطباق مصاحب لجميع الاطباق. فهنا بطبيعه الحال هاد الناس هادو كنصحوهم على انهم يبعدوا شويه الاستهلاك ديال الشاي على بعض الاطباق اللي هي اساسيه. بطبيعة الحال من نقدروا نسموها كاع من بعض الموانع الاستعمال ديال الشاي ولا ديال استهلاك الشاي عند الناس اللي كيعانيوا من الفقر خاصه الاطفال اللي كيستهلكوا اللي عندهم فقر ديال الدم وكيستهلكوا عندهم ديك العاده ديال استهلاك ديال الشاي والوقت ديال الماكله، ولكن هذا ما كيمنعش على انهم يقدروا يستهلكوه في بعض الاوقات اللي هي بعيده من الماكله، خاصه على ان احنا بنستافدوا من واحد العدد كبير من المكونات اللي احنا ذكرنا منها واحد النسبه قليله. فيما يخص الاخ ابراهيم فهو فعلا الطقوس ولا العاده ديال شرب الشاي في الاقاليم الجنوبيه فهي فعلا واحد العاده اللي هي كبيره وجميله والطريقه عندهم مميزه، للطريقه ديال التحضير للجلسه يعني ملي كنهضر على الطقوس هي فعلا باش كتيي بواحد الشكل اللي هو يكون يعني عنده واحد كتحس براسك راك داخل لواحد المجال الثقافي فيما كتكون هذاك الجلسه كما كنسموها ديال باش كتيف دائما كتحس براسك انك سالختي ومشيتي لواحد السفريات ثقافيه حتى واحد في واحد العدد كبير من الاحيان يعني حتى المواضيع اللي كتجبد كتكون عندها واحد البعد في بعض الاحيان تاريخي. الطريقه ديال كما قلنا ديال الاستهلاك فهي ربما في على حساب العلم ديالي فانهم كيكتفيوا يعني بواحد جوج لثلاثه الكيسان بطبيعه الحال كيكونوا ثلاثه المرات، ولكن حتى الكيسان كيكونوا صغار. الاستهلاك ديالهم كيكون واحد تقريبا 13 دو تي في النهار، يعني كيكون عند يلاه كنبقاو في هذيك المنافع اللي حنا ذكرناها على الدماغ، منافع اللي حنا كما ذبحكم على مضاد الاكسده، اذا ذاك البعد الوقائي على المشاكل ديال القلب والشرايين. ذكرنا واحد كذلك بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيعانيوا من المشاكل ديال اضطرابات في الجهاز الهضمي، فكذلك الشاي عنده منافع في هذا الاتجاه. هذا كذلك وهذه تهي معلومة مهمة هو أن الشاي ربما كذلك يعاوننا كذلك كيكثر من القوة ديال البشرة نتاعنا باش كتقاوم هذوك لي اولترا فيولي او لا بعض الاشياء اللي هي نوع من الاشعه الفوق بنفسجيه ديال الشمس. اذا
احنا واحد العدد كبير ديال المنافع، اذا الاطفال ديالنا حتى هما يقدروا يستهلكوا. بطبيعه الحال هنا كتبقى الكيمياء والعلاقه ديالهم مع الوقت اللي حنا الوقت ديال الوجبات هي اللي نحاولوا نتفاداو. واخا رجع لي عندك دائما دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وحنا كنتكلموا على القهوه واتاي. رجع لكم فاصل ونعود. القهوه واتاي مواد غنيه بمكونات كتخلي عندها فوائد كثيره، فالاحتواء ديالها على مضادات الاكسده كيخليها كتحمي الجسم من الجذور الحرة واللي هي مسؤولة على الشيخوخة المبكرة للخلايا، وبالتالي فهي كتحمي الجلد كذلك من التجاعيد وما كتخليهاش تظهر في سن اللي هو مبكر بزاف. هذا بالإضافة لأنهم كيلعبوا دور في الحماية ديال الدماغ والجهاز العصبي من الكثير من المشاكل الصحية، كينشطوا الذاكرة ديال الإنسان، وكذلك كيلعبوا دور في تحسين عمل وظيفة الجهاز الهضمي. ولكن باش غادي نستافدوا من كل هذه المكونات فلازم أنه التعامل ديالنا سواء مع القهوة ولا أتاي يكون بشكل معقلا، ونحس بوش حال الكمية اللي كناخدو طيلة اليوم، ومن الأحسن أن السيلكوم يكون خارج الوجبات. كانت هذه فقط نصيحة. نعاودو نذكروا المستمعات بالبلوغ ديالك اللي كتبارطاجي في هذه المقاطع، شنو سميتو؟ passiondecuisine.overblog.com. ولا يوتيوب كاين أمونة مزيونة واحد. أمونة مزيونة كاين قناة ديالك أو يعني في اليوتيوب. نسيت كل الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا، فمرحبا بكل اسئلتكم. غادي نمشيو نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام، وهذه المره غادي نتواصلوا مع رشيد معنا على الخط من بوجدور. اهلا بك رشيد. مرحبا بخير. الا سمحتي رشيد اطفي الراديو، بعد عليه وسمعنا من التليفون باش نسمعوا صوتك بشكل واضح. نعم اختي هاني. مرحبا بك رشيد. بارك الله فيك. تفضل. كان دابا لا شفت حتى كيبرني راسي. واخا شحال في العمر ديالك رشيد؟ دابا 25 سنه. كتدخن؟ لا. واخا وشحال تقريبا السلاك ديالك في النهار كيكون ديال اتاي؟ شحال في النهار؟ نعم كنشرب 3 لوار في النهار. واخا نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله رشيد. شكرا اللي كنتي معنا من بوجدور. نمشيو ناخذوا كذلك السؤال ديال منصور معنا على الخط من مكناس. اهلا بك منصور. نعم صباح الخير، مرحبا بك. نعم الله عليك. بارك الله فيك. عيوشكم مبروك. الله عليك. يسعد صباحكم ان شاء الله يا رب. وصباحك ان شاء الله منصور. مرحبا بك ديال مكناس. اهلا وسهلا. بارك الله فيكم الله يطول عمرك. حاليا دابا ماشي في مكناس بالضبط، ولكن مكناس نيتو صح. واخا في النواحي ديال مكناس. مرحبا منصور، اهلا وسهلا. بارك الله فيكم. شنو هو سؤالك؟ سؤالي هو كان مدمن على القهوه بزاف انا والوالده، والوالده مسنه كتعدت اللاج ديالها واحد المهم عندي 80 ومريضه نيت ومدمنه على القهوه كفنوار. شحال كتاخذ تقريبا في النهار منصور؟ بالنسبه لي انا المهم اكثر مره. والام ديالك شحال الوالده؟ لو كانت هي القهوه ما تحيدهاش من حداها كاع وقاطعه، ماشي كافي يعني واحد الثمار خاص الثمار، لما كانت الثمار في الدار ما غاديش. شوف شوف ما نذكروش الماركات رجاء، القهوه عموما راه وصل السؤال ديالك. واخا كافي وتكون قاطعه قطران يعني حاره بالمعقول. واخا نجاوبوا على سؤالك منصور، شكرا اللي كنتي معنا من مكناس. غادي نمشيو ناخذوا كذلك ليلى معنا على الخط من بلجيكا، فغناخذوا اكبر عدد ممكن ديال الاتصالات ديال المستمعين الكرام باش ما نخليهمش كيتسناو بزاف. اهلا بك ليلى. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك ليلى. يعني نوعيك ان شاء الله. مرحبا بك ليلى. كنتكلم على هذا البرنامج. انا اختي بغيت نسولك على، انا ما كنشربش اتاي وما كنشربش قهوه نهائيا. اييه واش كاين تما شي مشكل من ناحيه يعني ما كنشربش اتاي ولا قهوه؟ واخا باش كتقدري تعوضيهم بالحليب ليلى، شنو اللي كتستهلكي بزاف؟ اللي كنشرب بزاف هو اللبن بزاف. اللبن والماء. اللبن والماء هذا هو، حتى الغازات ما كنشربهم ولا حاجه اخرى ما كنشربها، عندي شويه المعده وهكا بقيت زعما حاسه بالراحه هكا. واخا ليلى ما كتاخذيهمش واش حيت ما تعودتيش على المذاق ديالهم، ولا حيت عندك مشكل على مستوى المعده؟ كانت صغري كان عندي مشكل من اتاي وحتى من القهوه على المعده، ونقول لك دابا شي 15 سنه تقريبا كاع 20 سنه ومن ثم بقيت عليها هكاك صافي تعودت على ديك الحاجه صافي ما كان ما يعني من الافضل ما نشربهاش، ولكن دابا ملي سمعت اتاي فيه بزاف ديال المسائل اللي هي زوينه للصحه وداك الشيء قلت كنقول لك ما زعما الجيت ديالي مش حتى شي حاجه من اتاي وما كيلقاهاش. واخا ليلى نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله. شكرا اللي كنتي معنا من بلجيكا، وتحيه للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. غادي نمشيو كذلك ونتواصلوا مع ناديه هذه المره من المانيا. اهلا بك ناديه. صباح الخير. صباح مبارك العواشر علينا وعليك ناديه. الاخت
اهلا بغيت غير عندي واحد التساؤل ديال الاتاي والقهوه. انا ما عمرني ما شربت القهوه، ما كنتش مع القهوه كاع بزاف، مي حتى حملت بالابن ديالي وجاتني لابيتي باش نشرب القهوه. وبغيت نسول الاخ واش ما عنده حتى شي ضرر، لانني ردي دابا عنده عمان، يلاه يلاه فطمته انا، يلاه بحرفطمته دابا. واش بحال معطل في النمو يعني بمقارنه الاخوات ديالو في السن فاش كان فاش كانوا، يعني حسيت بيه بحال هو صغر من يعني نقص شويه عندي في النمو. واش هذا عنده شي تاثير؟ شنو شربتها في بوندون يعني في الحماله وفي الرضعه حتى هي، مي ما كنت نشربش بزاف، يعني كنشرب يا دوب كان غير نهرس الحليب يعني في الصباح وفي يعني هكا. واخا نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله هنادية. العفو، شكرا يعني. اللي كنتي معنا من المانيا وتحيه الجاليه المغربيه المقيمه. شكرا متمكنين على الطاقم ومبارك العواشر، وزعما راكم منسينا في هذا في الغربه، ويعني شكرا يعني. شكرا بزاف. العفو، مرحبا بك هنادية، شكرا لك الجاليه المغربيه المقيمه في الخليج، كنقول لكم راكم دائما في البال. طيب دكتور عبد الخالق الرمداني، نبداو بالسؤال ديال المستمع الكريم اللي هو رشيد، تواصل معنا من بوجدور، وكانت هذه النقطه غادي نناقشوها كيف ما شرنا في البدايه ديال الحلقه اليوم. العلاقه ديال القهوه ولا اتاي بالصداع ديال الراس، كنسمعوا على ناس اللي كيقول لك راه عندي صداع في راسي اللي ما كنقدرش نتحمله نهائيا، ودرني راسي لاني ما خديتش القهوه او ما خديتش اتاي اليوم. وقتاش الانسان كيوصل لهذه الحاله؟ هنا 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 كاين جوج الحالات، ياك اما القهوه ولا حتى اتاي. القهوه بحكم على ان فانشير بين قوسين المكون الاساسي اللي فيها اللي هو الكافيين، اللي هي كاريمون ماده فارماكولوجيه، يعني ماده اللي هي يعني اكتيف فارماكولوجيك مو اكتيف، معناها انها تقريبا نقدر نقارنوها كما قلنا بحال بحال جميع الادويه. الكافيين يعني من بين عندها اعراض اللي هي مزيانه كذلك، مثلا للذاكره، وربما للذاكره كتخليها فايقه بواحد الشكل اللي هو كثير. هو بطبيعه الحال عندها كذلك تاثيرات اللي هي ايجابيه على على على, 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 على القلب والشرايين، ولكن بطبيعه الحال اكثر منها فهو يقدر يكون عنده واحد التاثير هنا بطبيعه الحال اكثر منها. ملي كنوصلوا مثلا كنفوتوا هنا ربما وقيل الجواب ديال الاخ منصور من الكناس، نعم من الكناس. فهنايا ملي كنبداو نفوتوا واحد 6 طاس باغ جوغ ولا بحال هنا هنا بطبيعه الحال كيقدر يبدا عندنا تاثيرات جانبيه ديال القهوه حتى على النسبه ديال الكوليسترول في الدم. يعني كيديروا واحد الاختلالات في هذا المشكل هذا. وبطبيعه الحال هنا كناديو الناس ولا بقى عندنا الوقت نعود واحد الحكايه زوينه ديال التاريخ ديال القهوه والاستهلاك نتاعها عند بعض لي تريبي. اذا تقدر يكون عندها ذاك التاثير، وكتسبب لنا واحد الاختلالات اللي هي تقدر تكون عندها تاثيرات سلبيه على الصحه ديالنا. كذلك لا اتاي لا القهوه الاكثار منهم فكيكون يقدر يكون عندهم واحد التاثير على لا كاليتي دو سوم، على النوعيه ديال النوم، ديك الجوده ديال النوم، الجوده ديال النوم ما كينعش مزيان، وخاصه على انه تبين خاصه الكافيين، لانه ملي كنهضروا مثلا تقريبا رخصنا واحد 4 ليطاس ديال اتاي باش ناخذوا واحد الكميه ديال انطاس ديال القهوه من ناحيه الكافيين، المفعول ديال الكافيين هنايا كيقدر الا كثرنا منهم. مثلا هضرت على ليكزومبل ديال 4 5 6 ليطاس دو كافي، وهنا على حساب الاشخاص. فهنا بطبيعه الحال من بين المواد اللي كينقصوا الهرمون اللي حنا كنعرفوه بزاف اللي هو الميلاتونين. الميلاتونين اللي هو كيعندو علاقه مع الهدوء مع النوم، وعنده كذلك بعض المنافع اخرى. اذا الانسان ممكن كيكون كيولي معصب شويه هنا دكتور عبد الخالق، بطبيعه الحال العصبيه ملي كنهضروا على الجوده ديال النوم بطبيعه الحال كنهضروا على ديك الاكسيتابيليتي، الانسان كيولي معصب نيرفي، يعني كما كنقولوا حنا هز الشوكه نتاعو. بطبيعه الحال يعني ملي كيكون عنده هذه الاختلالات في هذا الاتجاه هذه بطبيعه الحال كتكون عنده هاد كيكون منبه اكثر من واحد القياس. وسمح لي هنا دكتور عبد الخالق الرمداني، هنا بالنسبه للقهوه كيف ما كان النوع ديالها سواء كانت خفيفه ولا قاصحه راه بحال بحال التاثير كيكون. هنا نبغي نشير لواحد النقطه اللي هي مزيان اللي حلتيني عليها، هي شحال ما خلينا القهوه في الماء ديالها، شحال ما غلات اكثر، شحال ما كنستخلصوا المكونات ديالها اكثر، وكنمشيو يعني كتكون فيها المكونات اكثر. كنعرف هنا نبغي نفرق ما بين جوج الحوايج، الكافي ايطالي
والكافي امريكان، هادو كنسمعوا فيهم. الكافي ايطاليا معروف على انه كتكون واحد النسبه قليله ديال القهوه، واحد غير كيطلق واحد شويه المو كيحبسه، بطبيعه الحال كتكون واحد المروره كتكون فيها كتكون قاصحه، ولكن كتكون فيها الكميه ديال الكافيين كتكون اقل من داك الكافي امريكان اللي معروف عليه لانه كتكون لطاس كبيره وكيكون في واحد الكميه ديال الماء كثيره. علاش؟ لان هذيك الكافي امريكان كنكونوا خلينا الماء يعني خدا لينا المكونات كلها ديال هذيك الحبيبه ديال القهوه. دونك الا كنا غادي نشربوا مثلا القهوه، انا نفضل ان كافي اللي ديجا طريقه ديال التحضير ديالو انا كنفضل على ندوزو يا اما ديك الماكينه اللي كتكون في المقاهي، يعني كتبقى الطريقه ديال الماء السخون كيدوز على كيدوز على اللي هي العصاره ديال القهوه، ولكن ديك العصاره بالطريقه ديالها ديال الكوكوت اللي معروف عليها لان كتطبخ الكوكوت ديال القهوه، كتطبخ لنا القهوه، فهذيك ماشي 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 منصح بها كثير، اكثر ما هو ماشي صحيه اكثر من احسن منها الطريقه القديمه اللي كانت ديال الغلاي والماء حتى كيطيب كيديروا فيه القهوه كيخليو كتهدأ وكتهدن باش كياخذوا ديك المكونات. كما ذكرنا الكافيين بطبيعه الحال عندها هاد الاعراض هادو اللي النيرفوزيزم، عندها هاد الجوده ديال النوم، عندها كذلك تقدر بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الارتفاع ديال الضغط الدموي، فهنايا بطبيعه الحال على انهم يحتاطوا منها، يعني كتبقى الطريقه ديال التحضير ديالها هي هذه من الاحسن باش تكون عندها ديك التاثيرات اللي حنا كما ذكرت نافعه للصحه نتاعها. منصور من مكناس كنسول الام ديالو تقريبا تعدى السن ديالها 80 عام، وقال انه بالعباره اللي قال هو القهوه كنت تلقى ما تحيدهاش من حداها، يعني واش عندها شي تاثير على الصحه ديالها وهي في هذا السن؟ هنا فيما يخص التعامل خاصة مع الناس اللي يكونوا مسنين، فبعض الأحيان كتقدر تكون عندهم بعض العادات اللي كتقدر تبان لنا سيئة، ولكن باش نحيدوها منهم نحيدوهم مثلا بحال غادي نقدروا نتسبوا لهم في اضرار نفسيه اللي تقدر تكون عندها بطبيعه الحال من بعد منها اعراض على الصحه نتاعهم اللي تقدر تكون اكثر، بحكم على انه كان هاد الطريقه ديال الاستهلاك واحد المده واحد السنين، يعني ربما قيل ما بداتش من السن ديال 70 سنه ولا 60 سنه، ربما قيل غادي يكون عندها قصير، فنحاولوا ما امكن ان احنا نخليوها يعني مره نقصوا لها واحد الكميه قليله بلا ما نمشوا ضد اللحيد القهوه اللحيدي هذه، راه كما ذكرت بقدر ما هي عندها تقدر تكون عندها بعض الاحيان بعض الاضرار اللي هي جانبيه، بطبيعه الحال راه عندها واحد العدد كبير ديال الاضرار اللي هي ديال المنافع على الصحه نتاعنا، وربما احنا ذكرنا على القلب الشرايين، ذكرنا على الذاكره، ذكرنا على حتى بالنسبه لدوك الناس اللي كيعانيو من الوجع ديال الحرق ديال الراس، فهنايا كيف ما ذكرت فهنايا كاين جوج الاسباب، يعني جوج الحوايج، يا اما هنا كتقدر تولي حاله كاريمون ديال الادمان، يعني ديال لا ديبوندونس، وهنا في هذه الحاله هذه بطبيعه الحال كيخصنا نتبعوا يعني نشوفوا مع مختص باش نحاولوا نتفاداو، لان اي حاجه كنولي فيها هذيك لا ديبوندونس كنولي فيها كنوليو حنا يعني الا ما درناهاش كنحسوا بواحد الحاجه ماشي هي هذيك، اذا في هذه الحاله ضروري ان احنا نديروا واحد المجهود باش نقصوا منها بشويه بواحد التدريج باش نحاولوا ما يبقاش عندنا هذا المشكل هذا. كذلك ف لو تي او لي بوليفينول لي تانان اللي فيه لا كافيين، هادو معروف عليهم على انهم من بين الحويجات اللي كيديروا انفاسو كونستركسيون، بمعنى كيشدوا دوك العروق اللي كاين عندنا في الدماغ ديالنا وكيقلصهم، وبالتالي كيعاونونا باش كنحاربوا لي كلكو كريز بعض النوبات ديال الميغرين اولا ديال الشقيق. يعني هنا واش هذاك الانسان كيجي هذاك حريق الراس حينت هو ميغرينو، معنى انه انسان اللي فيك تجيه الشقيقه، وربما هنا وقيله خاصو نوكات يعني باش نبحثوا اشنا هو السبب، واش هي الشقيقه ولا شي مشكل اخر، اولا كيجي داك الحريق حينت هو ولا فيه واحد الادمان ولا ديبوندون لهذاك الاستهلاك ديال داك الشاي ولا ديال ديك القهوه. نعم، حنا راجعين دائما معك دكتور عبد الخالق الرمضاني، وراجعين باش نجاوبوا على السؤال ديال ليلى اللي قالت ما كتستهلكش نهائيا اتاي والقهوه، واش الجسم ديالها محتاج لشي مكونات اللي كاين فيهم. غادي نجاوب على السؤال ديال ناديه كذلك اللي كانت معنا من المانيا، واش كاين شي تاثير على القهوه بالنسبه للنساء اللي كياخذوها في الفتره ديال الحمل. حنا راجعين لكم فاصل ونعود نواصل.
خذ راحتك. ورجعنا عالم غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم اليوم مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هو اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. دكتور الرمضاني كنا توقف نفس السؤال ديال ليله اللي قالت انها ما كتاخذش اتاي والقهوه نهائيا كيف ما شرحت, عندها مشكل على مستوى المعده ديالها, كتاخذ فقط الحليب مع الماء, وكتسول واش الجسم ديالها ممكن يكون محتاج لشي مكونات اللي ضروريين وكاينين في اتاي مع القهوه. لا, هي احنا ذكرنا على المنافع ديال الشاي, ذكرنا على المنافع ديال القهوه, ذكرنا كذلك على بعض الاعراض الجانبيه اللي يقدر تسبب لها الشاي, يقدر بعض الاعراض الجانبيه اللي يقدر تسبب لنا فيها القهوه. يعني انسان اللي ما كيستهلكمش, يعني ما عندوش واحد, يعني يا با اوبليغاسيون, الناس ما محتاجينش ضروري على انهم يستهلكوهم. فاحنا ذكرنا ان احنا بزاف الحوايج المنافع اللي كنقدروا نلقاوهم في الشاي, كنقدروا نلقاوهم في القهوه, نقدروا نلقاوهم في واحد المكونات اخرى, نقدروا نلقاوهم مثلا كاين لا فيتامين سي, كاين لا فيتامين او, كاين واحد الحد كبير ديال الفيتامينات الاخرين, وهذو كاين عندهم مصادر اخرى. وكاين كذلك ملي كنهضروا على لو تي ولا لو هكا, راه ما كنلقاوش عارف في الشاي ولا في القهوه, راه كاين حتى بعض المكونات اللي هي طبيعيه اخرى اللي فيها نفس المكونات واللي حنا كنستهلكوها, مثلا من قبل مثلا نشتيو عير النعناع مثلا ولا بعض الاعشاب الاخرى اللي حنا معروف علينا, وكذلك كاين في بعض الخضر. يعني ماشي بالضروري على ان حنا نستهلكوا وحده من هاد الجوج باش نستافدوا من هاد المكونات هذه. المساله اللي بغيت نشير ليها اللي نبغي نضيفها هي فيما يخص الاخت اللي ذكرت على الحمل. نعم, اللي هي ناديه من المانيا. فهنايا في واحد ربما هنايا بالنسبه للقهوه والاستهلاك ديالها كثير, فهو بطبيعه الحال كيقدر بعض المرات يتسبب لنا في مشاكل عند المراه الحامل وحتى على الجنين ديالها, خاصة عند السيدات اللي يكون عندهم واحد الإدمان كثير على القهوة اللي كيفوت واحد لي دو طاس باغ جو. هنايا كنصحهم على أنهم يكون واحد الإقلاع, ينقصوا منها, خاصة إلا كان منها كان عندهم منها إدمان, لان كيف ما ذكرنا الادمان قبيله يعني لو ميكانيزم ديالهم باش نفهموه. فكيف ما ذكرت على ان كيف ما الكافيين يعني كتدير لي داك الفازو كونستريكسيون كتخلي دوك يتقلص داك لو ديامتر ولا داك الوسط ديال العروق ديال الدماغ, وبالتالي كنحاربوا به شويه ديك المشكل ديال حريق الراس ولا ديال صداع الراس ولا ديال الشقيقه. فكذلك ملي كيكون الانسان مولف يعني كاين واحد الاستهلاك اللي هو كثير, فان فوا كيحبسوا اشنو كيوقع؟ كيوقع واحد الديلاتاسيون, يعني من ذوك العروق كيترخاو, وبالتالي كيبدا عندنا الحريق ديال الراس اللي هو من بين اول الحوايج اللي كيكون عندنا هاد الناس اللي كيكون عندهم هاد لا ديبوندونس. بطبيعه الحال كيكون تابعينها حوايج اخرين, كتقدر تكون شويه ديال لاجيتاسيون, من الانسان كيكون متوتر, كيكون معصب, يعني كيحس بلا راه شي حاجه ناقصه. وفي واحد العدد كبير من الدراسات يعني كان تصنيف يعني ملي كنهضروا على الادمان على الديبوندونس, فراه كاين كيف ما كاين لا نيكوتين تابعها الكافيين. يعني وكان هذا هو سؤالي هنا دكتور عبد الخالق الرمضاني, يعني عند المدخن, عند الناس اللي كيكميو, فدائما كنشوفوا داك الارتباط ديال مثلا ديك الفتره ديال التدخين مع قهوه ولا اتاي حداه, هنا التاثير كيفاش كيكون؟ هنا التأثير بطبيعة الحال كيكون سلبي بزاف, كيكون سلبي بزاف, خاصة على ان احنا ملي كنهضروا كنكون واحد الاستهلاك كبير, مثلا هضرنا على الكافيين وهضرنا على التأثيرات ديالها, نخلي نساو دابا التأثيرات ديالها النافعة, ندوزو شوية التأثيرات ديالها السلبية. فذكرت المشكل ديال الكوليسترول, كذلك كاين واحد القضية اللي هي ذاك لاختيغ اوغت, واحد العرق اللي عندنا كبير في الذات ديالنا اللي هو العرق الأساسي اللي كيخرج من القلب, فمعروف عليه لأنه كيكون بعض المرات كيولي ريجيد منك قصاح مع الاستهلاك الكثير ديال القهوه, وهذه خاصه عند الناس اللي كيكون الاستهلاك ديال هاد جوج المواد هذه اللي هما التدخين والقهوه. وبالتالي فهم كتكون عندهم واحد كيجمعوا التاثيرات السلبيه ديال جوج الحوايج وكيعطيوها الذات ديالهم. بطبيعه الحال هنايا داكشي علاش كننصحوا دائما على التدخين مضر بالصحه ويجب الاقلاع عنه. واخا المساله ديال كذلك حنا في العاده ديالنا المغربيه, ونرجعوا الاتاي ديالنا على الطريقه المغربيه, دائما اتاي مخلط مع النعناع.
داك. هنا جوج الحوايج اللي ما كيتعرضوش وكيف ما كنقولها دائما، فهما جوج المكونات اللي هما فيهم واحد العدد كبير ديال المكونات ديال المنسجمات كنستافدوا من خاصه ملي كنديروا بالطريقه اللي حنا كما ذكرنا انفيزيون ما نساوش كنشدوا هذاك النعناع وكنشاي اللي هما جوج الاعشاب الطبيه اللي عندهم واحد العدد كبير ديال المنافع، اللي ذكرنا المنافع ديالهم اللي عندهم على الجهاز الهضمي، ذكرنا على المنافع اللي عندهم على الجهاز الهضمي التنفسي، كذلك على النفسيه ديال الانسان بحكم على انهم فيهم واحد العدد كبير ديال المواد مهدئه، يعني واحد العدد كبير ديال المنافع اللي هما كيمشيو ان بون سينيرجي. هنا بطبيعه الحال دائما كنبغي نشير ليها اللي هي كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم السعر او القرحه ديال المعده، فهنا مزيان على انهم يفكروا على انهم يكون واحد الاقلاع على استهلاك لا ديال القهوه لا ديال الشاي لا ديال المشروبات ديال لا حتى ديال النعناع، بحكم على انه يقدر كيزيد من النسبه ديال الحموضه ديال في المعده، واللي احنا عارفين العلاقه ديالها مع لا فيزيوباتوجيني يعني التكوين والنمو ديال هاد المشكل الصحي. اذا هذه معلومه غتفيد المستمعه الكريمه ليلى اللي كانت تواصلت معنا وقالت عندها مشكل ديال المعده. كاين واحد النقطه اخرى دكتور عبد الخالق الرمضاني كتسول عليها اكرام من الرشيديه، كتقول كنسمع بزاف على ان الاستهلاك المفرط ديال الاتاي كيؤدي لفقر الدم، هذه المعلومه واش صحيحه ولا لا؟ وانا سؤالي لك دكتور عبد الخالق الرمضاني ملي وصلنا للختام ديال الحلقه اليوم، بالنسبه لدوك الساشيات ديال الاتاي والاكياس ديال الشاي اللي كذلك اصبحنا كنشوفهم اليوم كاينين ماركات اللي هي مختلفه وموجودين في كل الاسواق، الفوائد اللي فيهم واش نفسها اللي كاينه في اتاي حبوب؟ هي بطبيعه الحال هنا ملي كنهضروا على الشاي كنهضروا على الشاي اللي بواحد لا كاليتي اللي هي مزيانه. هنا نبغي نشير لواحد هذوك لي لي زاروماتيزي، معنى بعض الزيوت اللي بعض المنكهات اللي كتقدر تكون هنا بالخوخ هذا بالحامض. هنايا كنبغي نتساءل على المصدر ديال ديك المنكهات ولا ديك لي زاروماتيزون، واش هي طبيعيه واش يعني هنا فين كنبغي التساؤل يكون. اذا كانت منكهات طبيعيه بحال بعض المرات كاين واحد المشروب اللي هو مزيان اللي هو الشاي، ولكن الشاي الاخضر اللي هو مع مثلا مع مع مع, 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 مع الزهر او لا مع لي فلور دورونجي، نعم مع طريفات ديال الحامض، مع طريفات ديال الحامض اللي هنا بعض المرات كتكون منكهات اللي كتكون قدر تكون عندها، وربما يكون عندنا اتساع في الحلقه المقبله باش نتشيروا فيها مزيان المنافع ديالها. فيما يخص الشاي وفقر الدم، فهنا من الاحسن كننصح الناس اللي عندهم الشاي عندهم فقر الدم انهم يكون واحد الاقلاع على الشرب ديال الشاي، خاصه في الوقت ديال الوجبات اللي هي مهمه. ما فيها باس إذا كانت مثلا الإنسان مثلا يحتاج واحد الكاس ديال أتاي ولا شي حاجة، على الأقل يكون بعيد مع الوجبات المهمة اللي هي كتكون مصدر ديال واحد العدد كبير ديال المكونات اللي منها الحديد، واللي كيف ما ذكرت قبيلة فالشاي بلا ما نقولوا الطرق، حيت كاينة بعض الطرق اللي هي من القبيل دير في واحد القطيرة ديال الحليب ولا شي حاجة بحال هكا باش تنقص شوية من هذوك لي طعم الكمية ديال هذوك لي طعم، ولكن حنا غير كأساس يكون خارج الوجبات خاصة مثلا في هذه الوجبه مثلا ديال عيد الاضحى اللي كيكون مثلا، ولا حتى في الايام العاديه، فمثلا بحال دابا اللحم حتى هو مصدر مزيان ديال الحديد كيف ما كنعرفوا، كاين كذلك مكونات اخرى اللي ثنايا خضر اولا ديليجيومينوز اللي كتقدر تكون كذلك مصدر مزيان ديال الحديد، فنتفاداو ان احنا نستهلكوا معها الشاي. شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه مره اخرى، وعشرك مبروك وان شاء الله كل عام وانت بخير. احنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، ان شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحة والسلامة ديالكم في الحلقة ديال غدا. لكم أطيب وأرق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون صابر فوندا رفقني في الإخراج، وسميحة كانت في استقبال مكالماتكم. كل عام وأنتم بألف ألف خير.